أهلا والسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض استمر الجدل في الاوساط السياسية والشعبية حول التعديلات الدستورية التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا. الصالونات السياسية انقسمت بين مؤيد ومعارض لبعض لبعض بنود التعديلات الدستورية وخاصة مسألة ازدواج الجنسية لمتولي المناصب العامة. بعض الآراء اعتبرت الموضوع إيجابيا كونه يسمح بالاستفادة من الكفاءات الأردنية بغض النظر عن حملها لجنسية أخرى. فيما ذهب آخرون إلى أن مسألة ازدواج الجنسية تحرم الأردنيين من فرص العمل بالوظائف العامة. فيما طرح الرأي الآخر المعارض للازدواجية مسألة ولاء حامل الجنسية غير الأردنية. التعديلات الدستورية وازدواجية الجنسية نجملها في التقرير التالي. التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة والتي ناقشها باستفاضة مجلس النواب في جلسة تحدث فيها ثمانون نائبا تحت القبة أحيلت إلى لجنته القانونية وتم منحها صفة الاستعجال أحد التعديلات المقترحة والمتعلقة بازدواجية الجنسية ترتبط بمنصبي الوزارة وعضوية مجلسي الأعيان والنواب حيث يتضمن تعديل مادتين في الدستور وهما المادة الثانية والأربعون والتي تنص على أنه لا يلي منصب الوزارة الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى فالتعديل المقترح على هذه المادة هو إلغاء عبارة لا يحمل جنسية دولة أخرى التعديل الآخر المتعلق بازدواجية الجنسية وهو في المادة الخامسة والسبعون الفقرة باء والمتضمن أنه لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى بإلغاء الفقرة باء والتي تتضمن من يحمل جنسية دولة أخرى هذا الامر يدفع للتساؤل حول إذا ما تم إقرار التعديلات الدستورية وانعكاساتها على عدد من القوانين فبالعودة إلى قانون الانتخاب فإن المادة العاشرة الفقرة ب اشترطت في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن لا يحمل جنسية دولة أخرى وأمام هذه الحالة القانونية فإن الحكومة من واجبها إقرار أسباب موجبة لتعديل قانون الانتخاب ليقر من قبل مجلس الأمة وبما يتواءم والتعديلات الدستورية في حال إقرارها وذلك لاستكمال البنية التشريعية للانتخابات النيابيه القادمه وفقا للتعديلات الدستوريه المقترحه، وايضا ستفرض هذه التعديلات المتعلقه بازدواجيه الجنسيه تداعياتها القانونيه على العديد من المواد والتشريعات ذات العلاقه، كقانون المحكمه الدستوريه الذي يشترط في مادته السادسه على عضو المحكمه ان لا يحمل جنسيه دوله اخرى، وامام هذا المشهد فان التساؤلات المطروحه يجب ان تتجاوز الحديث عن عمر الحكومه والبرلمان الى ضروره استكمال تعديل التبعات التشريعيه المصاحبه للتعديلات الدستوريه بما يبدو ان المجلس النيابي السابع عشر امام حاجه مستمره لاتمام البنيه التشريعيه قبل انتخابات المجلس النيابي القادم نناقش في حلقه اليوم التعديلات الدستوريه وخاصه ازدواجيه الجنسيه فيما تطرح تساؤلات عده. ما تاثير اعتماد مزدوجي الجنسيه لتولي المناصب العامه؟ هل سيقرها مجلس النواب؟ كل هذا واكثر نناقشه مع ضيفينا الدكتور مصطفى العماوي نائب رئيس مجلس النواب والاستاذ راتب النوايسه نائب رئيس جمعيه الحقوقيين الاردنيين. نبدا الحوار بعد فاصل قصير. اهلا بكم نبدا حوارنا لهذه الليله و ارحب بضيفي الكرام الدكتور مصطفى العماوي نائب رئيس مجلس النواب اهلا بك شرفتني بحضورك. سعيد مساك هلا والاستاذ راتب النوايسي نائب رئيس جمعيه الحقوقيين الاردنيين اهلا بك شرفتني بحضورك. اهلا فيك سؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيا سؤال يقول هل تعتقد ان مجلس النواب سيقر توليات مزدوجي الجنسيه المناصب العامه مره اخرى سؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيا السؤال يقول هل تعتقد ان مجلس النواب سيقر تولية مزدوجي الجنسيه المناصب العامه والاجابه بنعم او لا وسنستعرضها تباعا اثناء حلقه هذه الليله ضيوف الكرام اهلا بكم مره اخرى اهلا بك دكتور مصطفى ابدا منك ما هو رايك بالجدل اليوم حول التعديلات الدستوريه وتحديدا موضوع ازدواجيه الجنسيه أه شكرا اولا بسم الله الرحمن الرحيم يعني شكرا لك ومسي على كمان زميلنا واستاذنا خلي شيخ النقابه الاستاذ راتب أه هذا ليس جدل وانما هذه توعيه يعني وثقافه سياسيه لدى كل الصالونات الموجوده كلها والتعديلات الدستوريه يعني ربما انها اخذت منحى اخر في بعض الصالونات هذه التعديلات الدستوريه التي اقرت والتي أرسلت بمشروع على مجلس النواب وحيلة للجنة القانونية فيها مواد وهذه المواد ليست بغريبة أن تكون معدلة وعليها بعض الإجراءات فيما يتعلق في التعديل من حيث بدايتها ومن حيث ازدواجية الجنسية ازدواجية الجنسية سيكون للمجلس رأي في هذا الموضوع فيما يتعلق فيها وأنا بستبعد واستغرب لماذا أخذت منحة آخر ازدواجية الجنسية من هو الذي يحمل الجنسية الأخرى هل هو ليس أردني ألا يوجد لدينا مجموعة من القوانين لديها شروط في عملية الانتخابات ان كان قانون انتخاب لاي طرف إن كان ان يكون اردني الجنسية وما هو الضير الذي سيكون هنالك اذا كان اردني قد اخذ الجنسية عن طريق الاستثمار او عن طريق اخذها من تجنس بعض الابناء عندما ولد في الخارج واستغرب لماذا اخذ منحى اخر بان هذه المادة هي لشخص ما بعينه ان كان في الحكومه او خارج الحكومه، يعني اخذت كثير بعض التفسيرات والاعلام ربما اخذ فيها كمان ايضا منحى اخر بان هذه التعديلات الدستوريه وازدواجيه الجنسيه انها سيكون من يحكم في حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه كلهم غير اردنيين، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح وبعيد كل البعد عن اهداف التعديلات الدستوريه. هنالك امثله كثيره فيما يتعلق في هذا المجال لمن هم حمله الجنسيه الاخرى وهنالك من يطبلون لحمله جنسيات ايضا وفي محطات فضائيه في الوطن العربي فهنالك من يغرد ويحمل الجنسيه الاسرائيليه. نحن لا نتعامل مع الجنسيه الاسرائيليه ولا ندعم من يحمل الجنسيه الاسرائيليه ولكن سيكون لنا حديث في هذه الحلقه عن ازدواجيه الجنسيه للاشخاص الاردنيين الذين هم أخذوها بغض النظر عن أي طريقة إن كانت وسنوضح هذا الأمر طيب بعد أسمع وجهة نظرك أستاذ راتب ما, ما يحدث هو جدل من لغاية التوعية والتثقيف والمجلس رأي في من يحمل الجنسية وهو في النهاية أردني الجنسية فلماذا هذا الجدل؟ أقول ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه سلام على الشهداء اقول هذا الوطن به من الرجالات ومن الرموز الذين نستطيع ان نختار منهم وزراء لكل انحاء العالم، وكذلك اعيان، وكذلك نواب من يريد ان يكون وزيرا او عينا او نائبا ويتمتع بجنسيه دوله اخرى فعليه ان يختار فاما الجنسيه الاردنيه وان يتخلى عن الجنسيه الدوله الاخرى واما ان يختار الجواز السفر والخروج الى كافه انحاء العالم. الولاء اخي محمد واستاذي معالي الاستاذ مصطفى وان شاء الله يصير معالي. الولاء كالفضيله لا يتجزا. الفضيله ثابته لا استطيع ان اقول انسان فاضل في المكان الفلاني وغير فاضل في المكان الفلاني وكذلك الولاء. من يحصل على جنسيه دوله اجنبيه يقسم قسم الولاء لتلك الدوله. فهل الاردنيات اصبحن عاقرات ما بنجبن وزراء ولا اعيان ولا نواب؟ الاردنيات قادرات على الانجاب؟ دولتنا دوله عمرها 95 سنه، دوله ترسخت اصبحت دوله راسخه، دوله عندها ثوابت وبالتالي احنا لسنا دوله طارئه على التاريخ حتى ننتظر كفاءات تجينا من دول العالم. التعديلات الدستوريه اللي حصلت في عام 2011 كانت جزء من الإصلاح الإصلاح اللي نادى في جلالة الملك وأنا أذكر ما قاله بالضبط قال أريد أن يكون إصلاحا دائما وثابتا يتصف بالديمومة والاستمرار لا إصلاحا موسمية فماذا عسانا أن عدنا عن هذا الإصلاح عندما عدل عدلت المادة 75 والمادة 42 من الدستور في يوم 1 10 2011 خرج الأردنيون في كل أنحاء الوطن يحملون صور جلالة الملك ويصفقون لمن عدل الدستور ولمن ساهم في تعديل الدستور فلماذا نعود اليوم وننكفى الى ما قبل عام 2011 طيب. لا يوجد اي مبررات لا يوجد اي مبررات العوده عن قرار مجلس النواب في عام 2011 وفي 2011 فرح الاردنيون بهذا القرار لماذا اليوم نعود عنه والولاء كالفضيله لا يجزأ ومن يحمل جنسيه دوله اخرى يقسم و يحلف بالولاء لهذه الدولة صحيح. وهل يعني الأردنيات ينجبن وزراء ونواب وعيان هم الأردنيات بنجبن وزراء ونواب وعيان واللي ما حمل الجنسية هم أردنيين يعني أنا بدي أضرب مثال على أستاذنا الفاضل يعني إله عام صار له خمسين سنة مغترب ويحمل أكيد عنده جنسية بس على فرض أنه الآن يحمل جنسية وقدم إلى الكرك يعني أصبح شخص غير مؤهل أن يكون في إحدى المناصب العامة لديه ابناء خارج الوطن، استاذ انا بضرب عليه لانه هو من مؤسسي المنظمه العربيه للمحامين العرب ومن شيوخ نقابه المحامين وشيخنا القانوني الو ابناء هلا خارج الوطن، لو حصل احدهم على جنسيه اخرى بطريق الزواج او بطريق قضيه انه ابدع وعاد الى الاردن، يصبح هذا الشخص محروم؟ اليس هو ابن اردني واردنيه؟ اذا اذا اعتبرنا ان النساء الاردنيات ينجبنا من يتولى المناصب العامة فالأردني الذي يحمل الجنسية الأخرى بطريقة الاستثمار أو بأي طريقة كان هو أردني الجنسية وولائه لا يمكن أن يتبدل يعني عندما أحمل الجنسية هل أنا لو حملت الجنسية بعد أسبوعين أصبحت ولائي للأردن أصبح ولاء لدولة أخرى لكن في قوانين انتخابية في قوانين انتخابية أن تضع في قانون الانتخاب من يحمل الجنسيه الاردنيه في قوانين احنا نحكي عن دستور الان نحكي عن دستور كل الغضب واشاطه الغضب كلها ليست لشخص واحد يعني هنالك من يحمل الحمل ان هنالك جنسيه اخرى لاشخاص في الحكومه او لاشخاص خارج الحكومه لا يعدل الدستور ولا يفصل لاشخاص الدستور هذا هو يسمو على كل القوانين م. هذا الدستور يسمو على كل القوانين والقوانين تنبثق من هذا الدستور وعلى القوانين لا تخالف الدستور فاذا كان هنالك جنسيه ليس كفرا ان نتهم من يحملون الجنسيه لان هنالك اردنيون خارج الوطن واردنيون داخل الوطن ومنهم من كان في الحكومه ومنهم خارج الحكومه تولوا مناصب واثبتوا انهم وطنيون والان موجودين في استثمارات يعني اضرب لك مثال على المهندس سعيد درويش انا ارجوك ما نذكر اسماء يا سيدي انا بضرب مثال عليه لا لا لما هو خارج الحكم انا بضرب عليه مثال الان هو كان في الحكومه ويحمل جنسيه والان لديه صناعات موجوده في كل انحاء العالم في اوروبا في امريكا هل هذا الشخص غير وطني انا بضرب عليه مثال لانه خارج المنظومه الحكوميه الان في الظرف الحالي ولا نلمع اشخاص ولا نتهم اشخاص لكن في النتيجه هذه التعديلات الدستوريه أرجو أن هنالك يكون إذا كان المجلس رأي بعدم التعديل والموافقة عليها هذا رأي قد يكون بالتوافق بين الكتل وبين أعضاء مجلس النواب وهنالك توصيات ستكون بغض النظر عن التوصيات الموجودين في الخبراء وليس كل خبير وفقيه دستوري يأتي إلى المجلس أن يكون هنالك في محكمة دستورية إذا كان في لابد من الفتاوى الدستورية لكن نأخذ برأي الأغلبية ورأي السياسيين ورأي الفقهاء القانونيين لأن هذا التعديل يتناسب أو لا يتناسب وعندما عدل بال 2011 زي ما تفضل أستاذنا أبو محمد يعني في هذا الموضوع بالذات عدل وكان هنالك رأي والآن أصبح في طرح مشروع قانون مثل مثل أي قوانين أتى إلى المجلس لابد من الحديث فيه ولا بد من فتح هذه البادة حتى نصل أنه جائز في 2016 بدل 2011 أن نعدل هذه الماده وأن نبقى على الإصرار على أن تبقى هذه الماده الموجوده في الدستور وعدم تعديلها، طيب لماذا نتهم؟ يعني الآن طيب. في كل الأفكار التي أتت، اتهمت الحكومه واتهم مجلس النواب واتهم كل من ساهم فيها. وتعديلات دستورية ليس للملك شأن فيها. هذه تعديلات دستوريه، الدستور موجود لابد من يعني فيما يتعلق في المواد الأخرى زي موضوع الدرك وموضوع الجيش وموضوع ولي العهد. يعني كثير من يتكلم ويتحدث بان لا يمكن انه يصير في تعيين رئيس اركان من قبل الحكومه او قائد درك او مدير امن عام او او الى اخره. مين اللي بعينه؟ جلاله الملك، طيب ما هو ما هو الان الخلل والعوائق ان يكون هذا مربوط دستوريا مع جلاله الملك؟ بما اننا نثق في جلاله الملك والجميع والجميع يتكلم بانه هو صمام الامان، والجميع يثق في السياسه الخارجيه ويثق في قيادته لحمايه الدوله الاردنيه وحمايه الدستور. لماذا الان اصبحنا في خلاف على قائد الدرك ان يكون تعيينه من قبل جلاله الملك واقالته ام لا؟ واذا كان هنالك في تفسيرات اخرى سنجيب عليها. طيب اسمع وجهه نظرك يعني في, من في هذا الموضوع من حيث ممكن يكونوا اردنيين وبيطلعوا برا وبيستثمروا وباخذوا جنسيه. وين المشكله انه هؤلاء أه يجوا يخدموا وطنهم؟ أه حاشا لله ان نشكك في وطنيه من يحمل جواز السفر الاردني. لكن نحن نقول اننا دوله قانون ودوله مؤسسات. لم يقل تقل القوانين أنه لا يجوز لمن يحمل جواز سفر كندي أو أمريكي أو فرنسي ومع الجنسية الأردنية أنه ما يصير معلم في إحدى مدارس المحافظات لكن حصرها الدستور بثلاث فئات الوزراء النواب الأعيان النواب والوزراء والأعيان في الحقيقة من حق الدولة أن يكون لها سيادة على قوانينها وعلى أنظمتها وعلى تشريعاتها هذا الشخص الذي يحمل جنسيه اخرى اما ان يختار تلك الجنسيه او يتخلى عنها اذا رغب ان يكون وزيرا في الدوله الاردنيه لان لخطوره منصب الوزير ولخطوره منصب النائب وكذلك الامر بالنسبه للعين نحن لا نشك عشرات لا بالمئات لا بالالاف من الاصدقاء على هذا التراب الوطني يحملون الجنسيه الاردنيه وجنسيات اخرى لهم كل المحبة والتقدير والاحترام لكن نقول عندما نصل إلى أن تجلس على كرسي الوزارة أو كرسي النيابة يجب أن تضع بالمفاضلة إما جواز السفر الأمريكي أو أي البدكية وإما الوزارة إن اخترت جواز السفر الأمريكي الله معك خليك على الأرض الأردنية معزا مكرما الأرض في حوالي 100 جنسية عايشين على الأرض الأردنية كلهم مرحب فيهم ولهم حقوق مثل الأردنيين نحن لا نشكك فيهم على الإطلاق أما فيما يتعلق انه من حق التعديل. بالسنه الاولى حقوق درسنا بالجامعات اخي محمد ان الدستور يسمو على كل التشريعات، الدستور شيء مقدس لا يجوز المساس فيه، احنا نعرف في دول ديمقراطيات في العالم من 200 من 300 سنه لم يعدل دستورها. هل يعقل انه انا كل سنتين او ثلاثه افتح الدستور واعدل فيه؟ هذا يعتبر مساس بثوابت الدوله الاردنيه وهذا في الحقيقة يشكل مبررا أخي محمد وهنا الخطورة يشكل مبررا لأعداء الداخل الذين يتربصون بالوطن أن يستغلوا ما نحن فيه احنا نعرف انه احنا في منطقة محاطة بالنيران والشرر مش بعيد عنها لا نرغب اعداء الداخل وان شاء هم وقلة انا متأكد انهم قله أن يستغلوا التعديلات الدستورية ويأججوا ما نحن فيه، نحن يجب أن نحافظ على أمننا، على استقرارنا، على ثباتنا، وبدي أسأل أخي الأستاذ مصطفى وهو من رجالات الدولة أنا كلهم شخصيا كل الاحترام والتقدير، ما هي المبررات التي دعتنا أن نتقدم بتعديلات دستورية بعد أربع سنوات، هل واجهتنا خلال الأربع سنوات الماضية من عام 2011؟ حتى يوم الاثنين الماضي هل واجهتنا مشكلة على أرض الواقع شخص كفؤ ما قدرناش نحطه بوزارة أو بوظيفة لذلك بدنا نعدل هذا الدستور مشان نجيبه إذا في شخص كفؤ وسمى الأخ مصطفى أحد الأشخاص وأنا بحترمه إيه أهلا وسهلا يجي خبير كثير في عندنا خبراء أجانب يجي خبير أهلا وسهلا عينوه خبير يا سيدي بمئة ألف بالشهر بس أن يكون وزيرا حقيقة هذه أنا وجهة نظري تمس بسيادة الدولة الأردنية عدم المساس بسياده الدوله الاردنيه وهذه المناصب الثلاث اذا ما كان متوليها حاملا جزئيه اخرى ستمس سياده الدوله الاردنيه اضف الى ذلك جيبوهم خبراء اذا واجهتكم وايضا مبرر لا, لا مش الحديث عن دستور الدستور يسمو على كل مش القوانين مش ليش نفتح في, في احنا في خمس سنوات ماشي, ماشي ماشي هو القان... الدستور يسمو على كل القوانين وهو اعلى مرتبه منها كامله لكن فيما يتعلق في مساس الثوابت يعني احنا في هذا المجلس عدلنا حوالي الآن بمشاريع قوانين وشرع أكثر من 170 قانون لماذا؟ لأن الدولة الأردنية تتطور كل سنة عن السنة التي قبلها والدستور الأردني كان يشار إليه بأنه دستور جامد لا يمكن المساس فيه ولا العبث فيه ولا التطرق إليه وعندما عدل الدستور أكثر من أربعين مرة عدل الدستور يعني ذلك أن جلالة الملك فتح الدستور على مصرعي سيدي مادة هذا 2011 نحكي ماشي عن ماشي ماشي أربعين مرة واحدة فتحنا الدستور راجعنا كله راجعنا راجعنا, راجعنا, مادة. راجعنا كله لكن وجدنا أن هنالك بعض الأمور الشكلية يعني فيما يتعلق في هذه المواد يعني هذه المادة فيما يتعلق في الجنسية أضيفت إضافة يعني بعد ما وصل المجلس مشروع تعديل القانون لم تكن موجودة موضوع ازدواج الجنسي لكن عدلها نواب الشعب المنتخبون من الشعب ليس يعني ليس نتكلم عن الاسبوع الماضي عن انا بحكي قبل لا لا احنا نحكي عن الاسبوع ما المادة هيك. هذه التعديلات, قلت التعديلات الدستوريه الموجوده حاليا يعني على المبررات اللي تفضل فيها يعني مبرراتها كانت موجوده لانه في عندنا امور شكليه يعني مش معقول انه كل مغادره لجاله الملك ارض الوطن لابد من اجراء بروتوكول فيما يتعلق في عمليه تعيين نائب الملك او فيما يتعلق في ولي العهد في هذا الموضوع كله في المبررات بغض النظر الحكومة بعثتها أو لم تبعثها اقتنعنا فيها أو لم نقتنع فيها الآن لدينا في تعديلات دستورية في عندنا مواد دستورية لابد من النظر فيها إما أن تقر وإما أن لا تقر فيما يتعلق في هذه المساس يعني تعديل الدستور لا يمس بثوابت الدولة الأردنية تعديل الدستور إذا كان مناسبا الدستور ليس قرآن ولا هو كتاب مقدس حتى أنه ممنوع التطرق إليه فإذا كان في بعض المواد تتشابك مع بعض القوانين يعني لابد من تعديل الدستور حتى يتناسب مع القوانين او تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور م. فموضوع تعديل الدستور ليس مساسا بثوابت الدوله الاردنيه ولا هو العبث فيه من اجل مصلحه ما لدينا جنسيات زي ما تفضل لدينا جنسيات مختلفه ولدينا وافدين ولدينا لاجئين ولدينا ارهاب حول الاردن من كل ابوابه في كل الاتجاهات وان كان شمالا ولا شرقا ولا غربا ولا في كل منطقه ان كان ونقع في جزيره من الارهاب هذا شيء كله احنا من المسلمات لكن فيما يتعلق في تعديل الدستور ان يمس بثوابت الدوله الاردنيه هذا شيء انا يعني لم اتفق مع ولا دائما متفق معه لكن لم اتفق معه في هذا في هذا النص بالذات تعديل لكن لا بد من تعديل الدستور بما يتناسب ومصلحه الوطن لان هذا الدستور هو لتنظيم العقد الاجتماعي ما بين القائد وما بين الشعب طيب وتنطبق تنطب تنطبق عليه كافه طيب. القوانين وتنبثق عنه دستورنا دستور جامد ولا مرن؟ لأ دستورنا اذا اتفقنا على تعديله دستور مرن واذا لم نتفق عليه يعتبر دستورا جامدا لانه في مراحل دستوريه وآل دستوريه لابد من ان تتفق كل الاطراف على تعديله. دستورنا يعني احنا طول طول عمرنا نسمع الدستور جامد هكذا هكذا علمنا فاذا بدكم تغيروا هذه هي المعلومه أنا وليش يعني أو شو أحسن يكون جامد ولا أنا أنا يعني بشكر أخوي أبو محمد وهو كان رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب فعلا يعني أصدر وعدل حوالي 140 قانون لكن صار 170 أو 170 كل في كفة وتعديل مادي واحدة بالدستور بكفة أخرى هناك مبررات يومية في الحياة اليومية تبرر إجراء تعديلات على بعض التشريعات لكن الدستور في الحقيقة يجب أن يتصف بالسكون بالديمومة تستقر الاوضاع. انا شخصيا اود القول والتوضيح. نحن موضوع هذه الحلقه هي محصوره بالحديث عن ازدواجيه الجنسيه. صلاحيه جلاله الملك لا نتحدث عنها جلاله الملك انا وجهه نظري هو بيننا وبين هذه الاسره الحاكمه عقد ابرموا ابائنا واجدادنا والاردنيين بالمناسبه يا اخوي محمد الاردنيين ترى اوفياء بعقودهم وبعهودهم. ولذلك وطننا محمي بالاردنيين اللي هم بشكلوا الشعب والاجهزه الامنيه والجيش كلهم وحده واحده الاردنيين كلهم ملتفين حول قيادتهم هذا موضوع غير مختلفين عليه على الاطلاق صلاحيات جلاله الملك احنا غير مختلفين عليها على الاطلاق من من منا يقول انه ليس لجلاله الملك حق ان يقرر تعيين فلان بتشكيل وزاره او يقيل قائد الجيش او مدير المخابرات العامه واخيرا زجوا له موضوع الدرك وانا بشوف جلاله الملك ما عندوش ما عندوش يعني الوقت انه يتدخل بهاي التفصيلات جلاله الملك احنا حاطينه في مقام سامي ما يتدخلش بالتفصيلات الصغيره هاي لانه حقيقه المسؤوليات الملقاه على عاتق جلاله الملك اكبر بكثير من انه عين فلان وشيل فلان حقيقه انا بقول بنقزم من الوضع الامر اللي نتحدث عنه هو ازدواجيه الولاء ازدواجيه الجنسيه. اتمنى كنت اتمنى على الحكومه عندما سمعت دوله رئيس الوزراء في مجلس النواب يبرر لماذا هذا التعديل؟ يقول واقتبس من حديثه انه الغايه من هذا التعديل ان الديمقراطيات العظمى بين قوسين تقوم بتعيين من يحمل اكثر من جواز سفر او اكثر من جنسيه. انا اقول احنا دوله عمرها 95 عام لما نصل لمرحلة الديمقراطية العظمى إحنا ديمقراطية على قدنا لسه إحنا في أول درجة أو في ثاني درجة أو في ثالث درجة من السلم إذا رأسا قفزنا لأخر درجة بنكسر ظهرنا نمشي الديمقراطية الديمقراطيات هاي في العالم اللي عمر 400 سنة و500 سنة ما طلعت من عام 2011 لعام 2016 لا هاي نشأت بعقود من الزمان حتى وصلت إلى ما وصلت إليه لا يجوز لا يجوز أن نقفز بوطننا بالهواء وطننا أنا مبارح مثلا بقرأ بالمواقع أنه والله مبارح كان في حراك في المفرق وفي حراك بالرمثة وفي حراك بالكرك وفي حراك بفقوع وفي حراك بالمزار وفي حراك بكم وفي بجرش بده الأسبوع الجاي ليش؟ ليش إحنا إحنا هلا مواطننا مشغول في قوته في عيشه في أمنه في استقراره ليش نحرك المياه الراكدة في بلدنا مشان نعدل نسمح لواحد لشخص او لشخصين معهم جنسيه يتولوا منصب الوزاره. يا اخي يا معالي الوزير اللي بدك تصير وزير عندنا في بلدنا مم. لو سمحت اتخلى لك سنتين عنها يا اخوي وبعد ما تنحل الوزارة ارجع خذ الجنسيه مره ثانيه الامريكيه ولا الفرنسيه ولا البريطانيه اعطينا هدنه ما دام انت يعني احنا مش قادرين نعيش بدونك، احنا مش دوله عمرها عشر سنين او عشرين سنه بتحط اعلانات بالصحف العالميه انه اللي بيجي علي, علي انا بعطيه مصاري حتى ياخذ جنسيتي واسلمه موقع. نحن دولة راسخة، الدولة الأموية ولدت في الأرض الأردنية، والدولة العباسية ولدت في الدولة في الدولة الأردنية، والدولة الأردنية عمرها منذ فجر التاريخ، وبالتالي ليش نخاف؟ ليش نخاف احنا إنه السنة القادمة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة فيش عندنا كفاءات نكلف شخص بوزير وزيرا للتخطيط أو وزيرة للمالية؟ الأردنيين حقيقة عندهم كفاءات ورائعين ومتميزين وحتى اللي بنشوفهم بالخارج الاردنيين اللي باخذوا جنسيات سواء في اي دوله من دول العالم وبتبوؤوا مناصب ناس مميزين جدا بس يخلص هناك بده يجي على الاردن اهلا وسهلا دستورنا هذا الكتيب الصغير بحجمه الكبير بمحتواه بسمح لك تصير وزير عنا بس بدك تتخلى عن جنسيتك لو سمحت تعطينا هدنه سنتين او ثلاثه او اربعه لانه ان شاء الله الوزارات من هون وطالع صار عندنا اربع سنوات فور باي فور بننبسط أه بس اربع سنوات وبعدين ترجع لجنسيتك اللي بدك اياها يعني وين الضروره الملحه انه مجلس الوزراء يجتمع الساعه 8 يوم الاثنين والساعة ويوم الثلاثاء صباحا يكونوا في مجلس الوزراء وبنفس اليوم يحال على اللجنه القانونيه ويوم الاربعاء يستدعوا دكاتره القانون الدستوري وبكره احتمال يكون في جلسه وين يعني هل احنا لا سمح الله في حاله طوارئ هل في حاله حرب هل في ليش ما يكون هذا حوار عام احنا بلدنا هون اخوي محمد واستاذي الاستاذ مصطفى احنّا بلدنا هون يميّزها أنّها بلد عاقلة. في أوطان أخي محمد، أوطان مجنونة، في أوطان قاتلة، في أوطان سارقة، بديش أسمي لك دول، في دول مارقة، ودول سارقة، ودول معتدية، ودول مغتصبة. نحن دولة عاقلة. منذ فجر التاريخ، من ما تأسّت هذه الدولة الأردنية، من عام الف 1921، ونحن دولة عاقلة، وطالما نتمتع بهذا العقل، يجب أن يستمر هذا العقل. اسمح دولة عاقلة وأين الضرورة لهذا الاستعجال الكبير وليش طايرين والحديث كان يعني في في التعديلات معلش نحكي بصراحة دكتور لا. يعني في في مصطلحات خاطئة في تعديلات لغويا خاطئة وهذا كلام أنتم بتعرفوه كنواب يعني ما بدي أنا أدلك عليه و وين المشكلة اللي عنده جنسية ثانية يا سيدي ما في مشكلة وبدنا يا وزير أنا بديش أدافع عن أنا ما بدي أدافع عن الجنسية الثانية ولا بدافع مين؟ لا لا بديش أدافع عنها هلا بس طبعا مين بيدافع؟ أنا بدي أدافع عنك أنت هلا نعم آه. هلا احنا على الدولة العاقلة وعلى التسرع في عملية التشريع طب مين مادة واحدة؟ مادة يعني المادة هاي تقعد ست شهور يعني أنا بدي أعمل دورة برلمانية كاملة حتى هذه المادة الزواجية الجنسية نعم أو لا ما هو القانون بيجيك احيانا 180 هلا قانون العقوبات في تعديله 170 ماده ويزيد 100. طب ما هو اولى قانون العقوبات مش اولى بغض النظر ما هو الدستور يتقدم نحن نحكي بنقول الدستور يتقدم على كل القوانين معقول إني انا ادخل ادخل تعديل لهذه التعديلات قانون العقوبات على مجلس الوزراء ماشي. على مرتين ماشي 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 هذه التعديلات بصفه استعجال لمجلس النواب قانون العقوبات من سنه 1960 هلا بدي استعجل عليه انا في ظرف وقدمه على تعديلات دستوريه بس انا على الدوله العاقله والدوله الامويه والدوله العباسيه اللي موجوده كانت في الاردن والاردن منذ فجر التاريخ وهو دوله عاقله هل على فرض على فرض ثبوت ان هنالك وزير ودوله عاقله هل الدوله العاقله تخشى ان يكون هنالك وزير مين اهم منصب الوزير ولا رئيس محكمه دستوريه مين اهم منصب نقيب المحامين ونقيب الاطباء ونقيب النقباء ولا أن يكون وزيرا أو نائبا أو عينا فيما يتعلق في المسؤولية المباشرة مع الشعب وهنالك مسؤول عن, عن, عن فئة كبيرة نقابة المهندسين قد تصل إلى 150 ألف بيكون نقيبها إذا كان هنالك ازدواجية مسموح له وللنائب أو للعين أو للوزير ما هو موقع الوزير وموقع النائب وموقع في حكومته أو في برلمانه إذا كان لدينا الآن ربما أن يكون هنالك معلومات أن بعض النواب لديه جنسية الآن موجود ونحن سنبحث هذا الموضوع وبعض الوزراء ممكن يكون اكثر كمان تفضل, <تفضل> ايش قصدك باكثر ها؟ ايش قصدك لا اكثر مشان ارضيك نقباء ممثلون عديدون دي قطاعات متعدده نواب الوزراء اهم منهم؟ قانون النقابات المهنية معظم أو حتى جميع النقابات المهنية أجزم أن قوانينها لا تسمح بازدواج الجنسية هذا أمر في النقابات المهنية خط أحمر لكن أنا نفسي أسأل سؤال إخواننا وزملائنا وهم شرفاء الوطن النواب الموجودين في البرلمان في المجلس السابع عشر اللي كانوا بالسادس عشر اللي صوتوا للتعديلات بشهر 10/2011 وحاليا أنا فوجئت إنه في مجموعة منهم أبو محمد ما كان بالسادس عشر لا ما كان أه بطبلوا وبزمروا للعودة إلى أه إلى ازدواجية الجنسية حقيقة يعني كيف لما واحد يجلس مع نفسه وأنت صوتت في في شهر 11 بلكي اخذ جنسيه في شهر 10 2011 <applause> حقيقه شيء يعني شيء مؤلم لا ممكن ممكن <applause> اليومين والله هذا الوطن بيستحق منك <applause> والله هذا الوطن اخي ابو محمد والله لازم نحطه تحت الرموش وفي العيون جوا وما نفرط فيه لانه حقيقه لا اشكك في كل اردني يحمل جواز سفر اخر لكن يا اخي هذه وظائف حصريه ما في توجه يعني. يعني. يا دكتور ما جد. واضح النقابات تمنع الزواج الجنسية. وانا انا انا, مع عدم, طيب آه. أنا مع عدم وجود ازدواجيه الجنسية طيب انا ما عدم وجودها بس انا بحكي لك بشكل عام لانه احنا دولة بما اننا دولة ودولة راسخة ولها ثوابت وتمتد الى 95 عام لماذا اخشى ان ي... لانه الان موجود موجود بعض النواب الان يحمل الجنسية وغير مكشوف او غير مكتشف او انا يعني لا اعلم بجزء اعمل يعني ربما اني اعلم بطريقه هيك يعني شخصيه بس هل هذا الشخص يؤثر على البرلمان اذا وجد انا مع عدم ازدواجيه الجنسيه ولكن هنالك لابد من البحث في هذا الموضوع مع شوف شو توصية اللجنة القانونية ومن ثم سيكون هنالك لنا حوار مع كل الكتل فيما يتعلق بمجلس النواب وسيحترم وسيحترم رأي الأغلبية في هذا المجلس ولم أجد لغاية الآن أن هنالك في انقسامات حول هذا الموضوع إن كان ازدواجية موضوع, موضوع ازدواجية الجنسية عدم ما فيه عدمها. في ما في لغاية الآن أنا لم أتطرق في أشتري ولم أسمع لا لا في ولا من النواب من النواب ما في ما في كل الآن كله لا كله لا الكل ينتظر الآن ما هي وكلهم عم يعني بدلوا بدلهم فيما يتعلق في تقديم مقترحات للجنة طب انا بس ممكن تعطيني هلا جواب قبل الفاصل أه. انت مع ازدواجيه الجنسيه ولا مش مع؟ انا شخصيا مش مع مش مع مش كويس انك انت أه. اول حلقه كنت مع فهلا أه. لا لا, لا مش اول حلقه لا 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 طيب. لا تقول شيء انا ما قلته لا مع أه. قولك انا؟ انا بدافع طيب. عن انه الدوله الاردنيه لا يؤثر عليها ان كان هنالك شخص طيب وهنالك اردنيون يستحقون ان يكونوا في المناصب العامة فيما يتعلق في بناء الدولة الأردنية بعد الفاصل سنواصل قبل الفاصل سؤال شارك ليلى هل تعتقد أن مجلس النواب سيقر تولية مزدوجية الجنسية المناصب العامة 77% نعم 23% لا اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام واذكر بالنسب الاوليه لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤيا سؤال يقول هل تعتقد ان مجلس النواب سيقر توليه مزوجي الجنسيه المناصب العامه 77% نعم و23% لا وبدي استاذنك استاذ راتب دكتور مصطفى التعديلات الدستوريه في 2014 مدير الجيش قائد الجيش ومدير المخابرات عدلناهم نعم. كان في وقتها كان ممكن نعدل مدير الدرك قائد الدرك مش ممكن شيء. كان ممكن واليوم أه. وليش يعني 2018 ممكن نضيف مدير الامن العام ونضيف شو الغلط يعني؟, انا بسال سؤال عشان نفهم احنا نعرف شو الغلط يعني المفروض أننا ضيفنا بنحكي تشريعات قوانين م. وتشريعات ودستور يعني المفروض يكون عندنا بعد نظر فيه مبدئيا صحيح اثنين عندنا قوانين وأبدأ اخص م. في الذكر المحكمه الدستوريه وقانون الانتخاب كلاهما في بدون تعديل واذا رجعنا للمواد إذا تكرمتوا الزملاء المادة آه آه المادة عشرة يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ألف أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل ب أن لا يحمل جنسية دولة أخرى صحيح؟ صحيح هذا قديش له مقر قانون الانتخاب من عندكم من النواب ولا قديش المترشح متوشح بالإرادة الملكية السامية؟ ونيجي لقانون المحكمة الدستورية أيضا والمادة ستة من هذه من هذا القانون المادة ألف يشترط في من يعين عضوا في المحكمة ما يلي أولا أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى. صحيح. طيب شو؟ بدنا نفتح قانون الانتخاب ونفتح قانون المحكمة الدستورية ونعدل هذا ونعدل هذا، هذول ما قانون الانتخاب منه شهرين. طيب لماذا لا يفتح يعني؟ يعني اذا عُدلت إذا لا لا أنا ما بعرف إذا عُدلت هذه المادة ووفق عليها ومشت في مراحلها الدستورية لابد من تعديل هذه القوانين. واذا بعدين هذه قوانين فيما يتعلق في قانون الانتخاب يعني في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون ال زي ما ورد في قانون الانتخابات وتفضل انه هنالك مواد تمنع ازدواجيه الجنسيه فاحنا فيما يتعلق في هذا الموضوع يعني ما هو الغلط انه ينفتح اي قانون حتى قانون الانتخاب الحالي الموجود اذا لابد من فتحه يعاد فتحه لكن هل القانون هنا التفسير اللي هنا السؤال يعني هل القانون الانتخاب في شروطه ان يكون اردن الجنسية ولا يحمل يكون اردن الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى هل هذا يتعارض مع الدستور اذا وجد هذا النص في القانون الخاص للانتخاب ام لا هذه لابد من الرجوع اليها وان تفسر تفسيرا من المحكمة الدستورية وان يصدر قرار من المحكمة الدستورية بتفسير هذه المادة يعني هل قانون الانتخاب اذا ورد هذا النص فيه يتعارض مما ورد في التعديل الدستوري اذا مشى هذا التعديل ام لا لابد من فتوى في المحكمة الدستورية أن قانون طيب. انتخاب سريع المفعول م. أو النافذ المفعول حاليا أن يبقى قانون النافذ لا. دكتور فياض لقضاء على عبر صفحتك على الفيسبوك على الأخلاق من النقاط التي تعمل ضد هذه الفكرة قبل قليل تعارض المصالح بين دولتين يحمل المسؤول جنسيتهما ومثال ذلك توقيع اتفاقية اقتصادية مع من سيكون قلم وضمير هذا المسؤول في الحقيقة أنا أقول بالتأكيد سيكون مع الجهة التي يحمل جنسيتها التي يحصل عليها من امتيازات في تنازع في الولاءات أخي محمد أخطر شيء تنازع الولاءات تنازع الولاءات مسألة خطيرة الإنسان بصير عنده ازدواجية عنده موقع رسمي عنده سيارة حكومية عنده وزارة عنده شرطة بسوق فيه عنده هيلمان وعنده جواز سفر مخبى في البيت لغاية السفر ولغاية الإقامة ولغاية ترشيمات العمل لغاية الزعل و... ولما يزعل منا بغادر آه. هلا هو تصور أنت هذا الشخص بده يستلم عنا وزير أو يكون نائب أو عين وبده كمان الجواز يكون في البيت عند المدام في أي لحظة بس يقول لها جهز الشنطة إحنا, احنا مغادرين اليوم هل هذا يجوز حقيقة أنا بستذكر بهذه اللحظة وبستشعر في هذا الاستوديو روح جلالة الملك حسين الله يرحمه له مقولة بتمنى اخواننا النواب يستذكروها وهم اكيد اعرف مني بالتاريخ. قال جلاله الملك حسين الله يرحمه <Sagittarius> سياتي يوم يتمنى الكثيرون انهم يحملون جواز السفر الاردني. بس يحطوا هذه العباره وينطلقوا من خلالها عند مناقشه هذا التعديل. بكل اسف وبكل الم ال ال 77% اللي هسه حقيقه انا اتفاجات فيهم. كنت أتوقع يكون الكثير اللي بصوتوا أنه متأمنين خيرا في زملائنا وأخواننا النواب هم من أبناء هذا الوطن أنا بقول التاريخ سينصف من سينصف وسيلعن من سيلعن كنا راح نغادر هذه الدنيا يجب أن نسجل للتاريخ أن هذه التعديلات فيما يتعلق بازدواج الجنسية الأجيال القادمة ستلعن من قام بها ستلعن من باشر بها ستلعن من ساهم بها بكرة أخي محمد ممكن تشوف كل هيئة الوزارة بيحملوا جوازات سفر مختلفة وما هو المانع إن سمحت لواحد لو تسمح للثلاثين بكرة أخي محمد ممكن تشوف خمسين أو ستين أو سبعين نائب مع احترامي لهم بيحملوا جوازات سفر أخرى هل هذا يجوز؟ طيب سؤالي قانون الانتخاب وقانون المحكمه الدستوريه ونتحدث تحديدا عن قانون الانتخاب اللي فيه شرط واضح في الفقره باء من الماده 10 هذا القانون الان اه فتوى محكمه الدستورية تنهي الامر ولا بدنا نفتحه نرجع نفتح القانون ونعدل هذه الماده رايك انا انا وجهه نظري هو صراحه في تعارض ما بين النص الدستوري والنص القانوني وبالتالي يا بدك تعدل او بدك تروح للمحكمه الدستوريه تستفتي بدك تستفتيها هلا المحكمه الدستوريه على على يعني انا من هلا وانا مش قاضي دستوري لكن سيقولوا انه هذا النص القانوني هلا اصبح يتنافى مع الدستور راح يبطلوا هذا النص سيبطل النص سيبطل في قانون الانتخاب وقانون المحكمه الدستوريه سيبطل هذا النص حتما حتما لانه هذا يتعارض مع نص دستوري وبالتالي المحكمه الدستوريه راح تتصدى له بالابطال امم طيب بدي اسالك سؤال سيبطل. رئيس وزراء في المستقبل يحمل جنسيه دوله اجنبيه دون تحديد وراح يزورها يستقبل هناك كرئيس وزراء ولا كمواطن هو يحمل جنسيتها حسب الجواز اللي رايح فيه <applause> اذا راح بجواز سفر هاي الدوله بكون مواطن له الحق يروح على شباك ثانية اما اذا راح بجواز سفر اردني اللي اللي احنا نحترمه ويحترمه العالم كلها بصير رئيس دوله شوف هو يعني هذا المبدا اللي بنحكي فيه اذا تم ان هنالك رئيس وزراء يحمل جنسيتين وهنالك وزراء يحمل الجنسيات والتوقيع على الاتفاقية الاقتصادية مع من هنالك بعض الوزراء لا يحمل جنسية دولة أخرى ويكون أحيانا في عنده نوع من الغبن في مصلحة الأردن لمصلحة هذه الدولة لتعليق آمال مستقبلا أن يصل إلى هذه الدولة في برنامج معين إحنا لدينا الكثير من هذا الموضوع كله لكن حال نتكلم عن المواطن الأردني بغض النظر إن كان وزيرا أو كان عينا أو نائبا أو في أي موقع كان هل أصبح الإنسان يتخلى عن ضميره وعن مبدأه وعن ثوابته وعن عقيدته وعن وطنيته وقوميته في الانضمام أو الانحدار وال باتجاه دولة أخرى لحمل جنسيتها نحن في بعض الجنسيات تأتي إلى الأردن أردن الجنسية ومحو جنسية دولة أخرى ويدخل في جواز سفر هذه الدولة مش بالجواز الأردني يدخل في جواز هذه الدولة لحمايته من بعض الأمور اللي بتكون موجودة ولنا عيب على هذا الموضوع كله نحن نتأمل أن نصل إلى اتفاق ليس في هذه الحلقة ولكن نتفق مع زملائنا في مجلس النواب أن يكون هنالك حفاظا لمصلحة الوطن إذا ارتأينا أن مصلحة الوطن هو بهذه المادة أن تبقى كما هي وأن ترفض يرفض تعديلها ونتجه إلى التعديلات الأخرى سنتفق على هذا لأن مصلحة الوطن أهم من مجلس النواب وهم من الأعيان وهم من الوزراء وإذا كان هناك في وزراء من يفضل أن يحمل الجنسية يعني غير مرحب فيه أن يكون وزيرا في الحكومة وغير مرحب فيه أن يكون نائبا في البرلمان النائب الذي يختار جنسية دولة أخرى على الوظيفة العامة لخدمة بلده ووطنه وشعبه هذا لا يستحق أن يكون في هذه المواقع الثلاثة إذا فضل هذه الجنسية على هذه الجنسية وإذا خير واختار الجنسية الأخرى لماذا يكون في المصلحة العامة واذا أد واذا كانت الهدف منها مصلحه الوطن وحمايه الوطن من كل شيء تتخلى يعني عن اجنتين متعثر بدك انت يعني والله يا سيدي بتجوز اثنتين في منهم متجوزين واخذوها بحكم الزواج فيها بس هل هذا يعطيك شلل في ان تخدم وطنك بغض النظر يعني انا في لدي امثله كثيره لكن لا اريد ان اتطرق للامثله خوفا من ان نكون هنالك قد نجرح بعض المسؤولين او قد نمدح بعض المسؤولين لكن لدينا ايضا في خلل في منظومتنا الداخلية م. يجب علينا ان نميز بين حملة الجنسية اكس والجنسية الاخرى، لكن في النتيجة الوطن بحاجة الى ابنائه بجنسيتهم وليس بجنسية الدول الاخرى. طيب استاذ راتب انا, أنا الوقت بيهمني هناك قضيتين اصلا واجهتنا مشكلة في موضوع ازدواجية الجنسية التحقق والدكتور مصطفى ذكر انه من الممكن ان يكون هناك وزراء ونواب واكثر من ذلك ممن يحملون جنسية اخرى. فيها مشكلة فنية كيف نعرف فلان حامل جنسيتين طيب، مش حامل جنسيتين طيب أنا هذول شو بعرفنا هذول... يعني يعني جد وزير ولا رئيس وزراء ولا نائب هلا في نواب يعني أنا بعرف حق المعرفة لكن كيف بدي أثبت إنه مع جنسية وزراء بتعرف حق المعرفة وزراء و.. عمدد... وغير الوزراء عادك <تابعك> <تحد vist inappropriate تصفيق> تحكي لا... <تحدث <تحدث> أنا بقول يا سيدي هذول حنثوا بالقسم حنثوا بالقسم أمام الله وأمام الوطن النائب والوزير والعين يقسم بالمحافظة على الدستور والولاء للدستور والولاء للوطن من يكون يحمل جنسية أخرى ولا يفصح عنها في الحقيقة هو أنا شخصيا أصنف من أعداء الداخل وأعداء الداخل أخي محمد أشد بكثير خطرا من أعداء الخارج أعداء الخارج النشامة على الحدود مثل ربصين اللي هم واحد واحد لكن هذول عايشين بين ظهرانينا وأنا بعرف يعني حالات كثير بعد ما تعدل الدستور عنا بعام 2011 في اظن مجموعه من الاخوان الاعيان والنواب قدموا استقالاتهم هذول لنحني اجلال واحترام وتقدير لهم لانهم حقيقة كانوا صادقين مع انفسهم وصادقين مع وطنهم في وزراء وفي وفي اعيان هذول هذول سيسجلهم التاريخ هذول رح نتذكرهم يعني اتمنى عليه انه كلمه الحنث بالقسم يفسرها احسن لانه بعض الـ بعض الـ بعض اللي حلفوا القسم ما بيفهموش كلمه الحنث للأسف بالقسم أنهم أقسموا يمين ولم يلتزموا باليمين حقيقة أنا لما أقسم أن أحافظ على الدستور وفي نص الدستور ألا أكون مزدوج الجنسية وأصمت لا أتحدث لا أفصح يجب وضع نص تجريمي في قانون في القانون انا وجهه نظري يجب هذا توضيح من أنا أقول, اقدار. اقول ترقى ترقى, ترقى الى مرتبه الخيانه العظمى طيب بتقرر التعديلات الدستوريه كاملة كما وردت تمرق ولا ما بتمرق؟ لا ما بصير انه اقرر في مجلس النواب 150 انا بقول لك توقعك لا التوقع ما في في تنسيق الان وفي هنالك تواصل ما بين الكتل الكليه تحول قرار اللجنه من اجل الاقرار او عدم الاقرار طيب سؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية والنسب النهائية لسؤال شارك ليلى هل تعتقد أن مجلس النواب سيقر تولية مزدوجي الجنسية المناصب العامة 81% نعم 19% صرح لا صار كل الشكر لكم ذو الكرام 1 في المية يعني. <applause> <وحش. تصفيق> إلى هنا إذا نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض بلد رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال نستبقى دائما معكم منكم وإليكم تصبحون على في خير